الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لا سيما ابنتك المهضومة المظلومة الثاكلة الصابرة الممتحنة فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين روحي وأرواح العالمين لها الفداء. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. كل غدر وقول إفك وزور فرع عن جحد نص الغدير. شوي قصر على السماعة رحم الله والديك يا أمين. كل غدر وقول إفك وزور هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصرت بصر هداك إلى الحق. الله يرحمك يا سيد باقر الهندي. فتبصرت بصر هداك إلى الحق فليس الأعمى به كالبصير. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أنمر بتركيل مسيري. حط رحل السرى على غير ماء وكلا بالفلا وحر الهجير. أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجى الديجور. فرقا آخذا بكف علي منبرا من حدوج وكور. إن هذا يا أميركم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري
مولا لكل من كنت هو مولا لكل من كنت مولا من الله في جميع الأمور فأجابوا بألسن تظهر الطاعة والغدر مضمر في الصدور لكن أسرعوا حين غاب أحمد للغاية وخافوا عواقب التأخير والله يا سيد باقر سولف لنا شلون غدروا برسول الله وغدروا بعلي. قال أنا سيد يعني أمي الزهرة ما أقدر أسولف ما أتحمل بس أذكركم أعطيكم إشارات بس ويلي لست تدري لم أحرق الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور لست تدري ما صدر فاطمة ما المسمايا ما حايا ضلعها المكسور بعد يا سيد قال ما سقوط الجنين والله وما حمرة العين وما بال قرطها المنثور هذا يومك يا إمامي يا صاحب العصر والزمان أدري هذا البيت راح يقرح قلبك مولاي دخل الدائر وهي حسرة دخل الدائر وهي حسرة بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور والله يا علي يا علي وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني يا علي تسمع ونيني ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعيني أصيح بمنو منو عندي ما أرد أوجع قلبك ما صحت علي وأنا انتحب وأصيح يا فضة ادركيني احمرت عيوني وخرجنيني وصدري انعاب يا علي ردوا لك وقادوك يا ليث الحرايب وانت الذي من باسك تموج الكتايب والله افعالك يا علي تراوي العجايب كيف بحبل تنهى وتنقاد وانت اللي يثب الغاية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أحبتي، ما ذم الإسلام أو عفوا القرآن صفة وخصلة في الإنسان كما ذم حالة الترف عند الإنسان. من هو المترف؟ ما هو الترف؟ الترف قال لك هو التوسع في النعمة، والمترف هو الذي أطغته النعمة. ليش؟ قال لك هذا الترف يسلخ الإنسانية من الإنسان. يعني في اليوم الراوي يقول: كنت جالسا عند هارون الرشيد فطلب ماء باردا مثلوجا. ذاك الوقت كأنه أكو موسم يصير بالشتاء بطريقة معينة يصنعون الثلج، وأكو ثلاجة خاصة خزانة الثلج يسمونها يجمعون بها هذا الثلج. ذلك اليوم ثلج ما موجود، خلص. يقول الراوي: فجاء الغلام إلى خزانة الثلج فما وجد فيها ثلجا، فجاء واعتذر إلى هارون أنه لا يوجد ثلج، وأقبل بكوز فيه ماء، فيه ماء بارد. إخواني، إحنا عندنا باللغة العربية قدح، قدح يعني غلاس، كوز، كوز هذا اللي يسمونها بغلة، مو بغلة حب صغير. الراوي يقول: أنا قاعد يم هارون الرشيد، هارون الرشيد لأنه الثلج ما موجود غضب فرفع الكوز، كوز الماء، وضرب الغلام على وجهه. أخواني، ترى أنا وياك سمو، أنت أحكي عن نفسي أو غيري، ترى هم نوصل إلى الحالة. يوم الذي أدخل من الشغل وأنا جوعان وتعبان وسكر دمي ناقص وشوي أكون متوتر زيادة عن اللزوم، يوم الذي شوية أقوم أتحجج على الغداء، الصالونة باردة حارة ماسخة، بيها فلفل زايد، بيها حموضة زايدة، العيش حب، العيش شوي عجين، أعرف أني وصلت إلى مرحلة صرت بها أنا حالة ترف، دخلت بحالة ترف، وهذه من أسوأ الخصال والصفات التي ذمها القرآن. تدري ليش؟ أقول لك ليش. اليوم خامس يمكن الطيارة الماليزية ما موجودة، مفقودة، صحيح؟ بعدهم ما حصلوها، مو؟ ها؟ ما أسمع. سادس هاليوم، إلى الآن ما حصلوها، إلى حد أمس ماكو. طيب، هاليوم سادس يوم. بعيد الشر عنك، قبل كم سنة فقدت طائرة صغيرة في شمال روسيا في سيبيريا، وما كان خط طيران، ومفقودة أكثر من 10 أيام. بعد ذلك حصلوهم جماعة، طبعا بسقوطها على الثلج جماعة ماتوا، وجماعة بقوا على قيد الحياة. يسألون أحد الناجين، سووا يا مقابلة، قالوا له: طيب هالفترة انتوا هالأيام ماذا كنتم تأكلون؟ قال لهم: إلى اليوم السادس من الجوع بدأنا نأكل بلحوم أجساد الموتى. ابن آدم هيك يوصل له يجوع؟ فلا أقول هذا مالح وماسخ، وهذا حب، وهذا عجين، وهذا مر، وهذا مالح وعامض. لو جوعان آكل، بس أعرف متى ما أبدأ أتحجج وصلت إلى حالة الترف، نعمة موجودة آكلها وأشكر ربي. هذا الراوي قاعد يم هارون الرشيد، التفت إلى هارون الرشيد قال له: يا أمير، أقول كلمة ولي الأمان؟ قال: لك الأمان. قال: يا أمير، لنا عظة وعبرة بمن كان قبلنا. منو قبلهم؟ بنو أمية.
قال له ترى وصلوا إلى هالحالة حالة الترف، تضرب الغلام وكم ضرس تكسر من وجهه بهذا الكوز لأجل شهوة ورغبة عندك، معناها وصلت أنت إلى حالة الترف. قال له بنو أمية ما هضبطهم ولا سقط دولتهم إلا الترف الذي وصلوا إليه. يقول فنفحني بوجهه، عفوا فنفحني بيده على وجهي، يعني غمني تعبيرنا. قال لي ليس إلى ما تذهب لألبسن النعمة ما لبستني. شاهدنا وين؟ شاهدنا الإنسان قلت لك يوصل إلى هالمستوى من الترف، هذا الترف مذموم. تعال أنت إلى القرآن شوف ما ذم، قلت لك ما ذم صفة سيئة. ليش؟ الله عز وجل يقول بعثنا 124,000 نبي. من اللي عاند الأنبياء؟ من اللي قتل الأنبياء؟ آذاهم عذبهم؟ قال المترفون. بسم الله الرحمن الرحيم، خمس آيات أذكر لك، آية آيتين كشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية اللي قدمناها في بداية الكلام، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا إنا أكثر أموالا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالغرور عجيب. آية أخرى في سورة الزخرف، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون أو مقتدون. تقرأ في سورة الواقع، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وين؟ والعياذ بالله، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا. اقرأ ويا، لا تخليني بروحي أقرأ المجلس. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. طيب السؤال، لا إذا عرفنا حالة الترف وسوء حالة الترف عند الإنسان، هنا السؤال، خلينا ندخل بهالكلمتين حتى نوصل إلى مقام من مقامات سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأدري بيك جوعان وتعبان، لكن تستاهل أم الحسن لو الحسين لو لا، بين بهال سبع دقائق مو أكثر. السؤال هنا، هل الغنى والثروة مذمومان في الأخلاق الإسلامية؟ لا، أكتفي بكلمة العلام المجلسي رحمة الله عليه، عنده كلمة لطيفة يقول يكفي بنا أن نفهم ما ورد في دعاء من أدعية أئمتنا أهل البيت عليهم السلام، ولا دعاء واحد ولا نص واحد أن الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يجعله فقيرا، أبد ما عندنا. بل بالعكس، هاليوم يوم الجمعة، إمامنا صاحب العصر والزمان يقول أنا أدعو لكم، يفكر بشيعته، أنا أدعو لكم في اليوم والليلة مرتين. اقرأ في دعاء الإمام صاحب العصر والزمان ماذا يقول، اللهم بحق من دعاك وبحق من ناجاك إلى آخره. أول دعوة يدعو للمؤمنين، إلهي تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة. طيب نكتفي بهذا، ما نريد نبين بعد الاتجاه الأخلاق الإسلامية بالنسبة إلى الغنى والثروة. إذن أين المشكلة؟ أين الخلل بين الترف وبين الغنى والثروة اللي إحنا حتى بدعاكم إلى اللهم ارزقني، اللهم وسع علي، اللهم اللهم. قال لك معيار بسيط جدا، معيار بسيط، فرق بين أن أكون غنيا أو ثريا فتملكني الدنيا أكون مترفا، هذا أصل إلى الحضيض وتسلبني إنسانيتي، وفرق أن أنا أملك الدنيا. أوضح لك شلون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ترى أنا موجود عندي، مو ما عندي أموال، مو ما عندي مبالغ، إخواني أنا أتحدى واحد يجيب لي في سيرة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، بل 14 معصوم، يقول لي واحد من عندهم كان فقير. أتحدى ولا واحد من المعصومين سلام الله عليهم كان فقيرا، من رسول الله إلى الإمام صاحب العصر والزمان، بل ملك الدنيا بما فيها. لا
لكن ليش تيجي إلى بعض حياة أئمتنا سلام الله عليهم تشوف عايش حالة التقشف؟ قال لك مو التقشف، أكو حالتين إليه، تقشف غصبا علي، أنا فقير الله كاتب علي الفقر، أو أنا كسلان ما اشتغلت ما سعيت، هذا ما إلى معنى الزهد، ترى ما بي فضيلة ولا إلى ثواب هالقد مثل هذاك اللي عندي أنا مالك، ولكن يقول سلام الله عليه لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما. لبالكم ما عندي، عندي ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. هل يوم مو عاجبني هذا الصالون ومو عاجبني العيش والسمك زفر واللحم لحم عاصي وهكذا، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. عندي مو ما عندي، وعلي بن أبي طالب ما يرضى أحد يقول ما عنده أبدا. يوم من الأيام جماعة مر عليهم، وهذا أبين لك ترى قبل خلافة أمير المؤمنين، هذا في المدينة، مر على جماعة من قريش شافوا على علي بن أبي طالب قميص ممزق، قالوا رفعوا صوتهم حتى شوي يجرحونه يأذونه، قالوا أصبح علي فقيرا لا مال له. علي تأذى، علي عنده أراضي، عنده مزارع، هذا اللي تشوفه يقول ولقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، عنده يقول ترى مو ما عندي بس الناس ما تدري أنا بيني وبين ربي وما أرضى أحد يقول عني فقير. بعث إلى وكلائه قالهم غلت الأراضي والمزارع اللي عندي هالسنة ما توزعونها. هذا اللي تعرف علي وين ملك الدنيا أم ملكته الدنيا. قال ترى أنا عندي مو ما عندي بس أعطيها بيني وبين رب الأعمال الخير، ما مخلي لي شيء، أنا أعطي للغير. رسول الله يقول ما لمحمد وللدنيا وآل محمد وللدنيا، إنما خلقت الدنيا من أجلهم وخلقوا للآخرة. أبعث إلى وكلائه قال هم غلات الأراضي اللي عندي هالسنة ما توزعونها، أريدكم تبيعونها وتجمعونها. شوف علي بن أبي طالب عنده صبر سنة كاملة على هالكلمة متأذي، هو سنة كاملة. خلصت السنة باعوا كل الغلة جابوها، كم؟ أنا أحسب لك إياها بالدينار البحريني 100,000 درهم، 100,000 درهم. إذا تحسب ما عندي وقت أحسب لك وانطيك التفاصيل، بس إذا من أنزل من المنبر تريد أحسب لك الدرهم، درهم الفضة شقد؟ 250 فلس، الدرهم 3 غرامات يعني 750 فلس، أضربها في 100,000 يعني 75,000 دينار أو 70,000 دينار بحريني دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذه الأراضي. تعرف كم يعني شهريا يدخل على علي بن أبي طالب؟ 6,250 دينار بحريني شهريا يدخل على علي بن أبي طالب. منو بينا اللي قاعدين راتب 6,000 بالشهر؟ ما أعتقد ولا واحد. علي بن أبي طالب يقول أنا عندي مو ما عندي. جمع الدراهم ضرب برجلها إلى الأرض، جابهم هذول الجماعة نادوا لياهم إجوا ودخلوا عليه. ورواية أخرى أيضا يذكرها الكافي وفي الوسائل الموجودة قال كان من ضمنهم، قال من ضمنهم طلحة والزبير، ضرب برجله هذه الدراهم قال هذه هذا أموال أو هذه أموال من لا مال له، والله ليس لأحد فيها حق. خاف تقولون أنا مديون، مو مديون، ليس لأحد فيها حق. ثم قال اذهبوا بها إلى من كنتم تعطون، الآن وزعوها على اللي كل سنويا نوزع. هذا قبل حكومة علي بن أبي طالب. ختام الكلام، سنة 7 للهجرة يا طويل العمر فتح خيبر. خيبر يهود خيبر استسلموا بعد الحصار. أكو قرية عن المدينة تبتعد مسيرة يومين اسمها فدك، أرض زراعية فيها عين فوارة والماء كان شحيح وقليل، فيها نخيل فيها بساتين لليهود. بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، خيبر أنا رحت لها تشرفت، نتشوف هناك آثار علي بن أبي طالب، بصمات علي بن أبي طالب سلام الله عليه، رحت هناك. يهود خيبر بعدما استسلموا وصل الخبر إلى يهود فدك والعوالي أن رسول الله سيطر عليهم، فبعثوا وفد إلى رسول الله وهو في طريقه إلى المدينة، قالوا لنصالحك إحنا نستسلم خلاص ننهي الموضوع.
فالخلاصة وانتم تعرفونه أعلم من عندي بيها، هذه مما أفاء الله بها على رسوله، خلص ما حارب بها، إنما تنازل عنها أهلها، حكمها الشرعي أنها ملك خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن كثير في تفسيره، يقول لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سلام الله عليها وأعطاها فدكا. فاطمة فقيرة، فاطمة شقد نسمع عنها ما عدها، فاطمة شقد نسمع عنها كاتلها الضيم والجوع، بس أعرف هالجوعانة شنو عدها إخواني. فدك والعوالي تدري كم مدخولهم سنويا وشهريا؟ كم مدخول يدخل باسم فاطمة سنة 7 للهجرة، 8، 9، 10، بداية 11، على أقل تقادير 4 سنوات. تدري فاطمة شقد تعيش شهريا؟ إذا تروح تحقق شوف مدخول وعائدات ثمرات فدك والعوالي. هناك روايتان، أقل رواية تقول 24,000 دينار ذهب سنويا، الرواية الأعلى الحد الأعلى 70,000 دينار سنويا، دينار ذهب سنويا. اترك عنك 70 و50، تعال إلى أقل رواية 24,000 دينار ذهب. تعرف إيش قد يعني كم دينار بحريني؟ قلت لك من أنزل من المنبر اللي يريد أحسب له هاليوم، هاليوم يوم الجمعة، سعر الذهب بالبحرين عندنا كذا 70 دينار، تضرب تقسم تجمع 24,000 دينار سنويا يدخل على فاطمة الزهراء 1,700,000 دينار بحريني. تحسبها شهريا أحسب لك إياها، يدخل عليها 140,000 دينار بحريني شهريا على فاطمة الزهراء. لا حد يقول ما عندهم، لكن اسألني ملك الدنيا أم ملكتهم الدنيا؟ هل عدها هالملايين والفلوس؟ وينها فلوسها؟ وين فلوسك يا أم الحسن؟ إذا بينا سيد أرد سئلة يا سيد، أمك فاطمة الزهرة كم مرة لبست قلادة على جيدها؟ أنا أقول لك إياها، يوم من الأيام علي بن أبي طالب بعد غزوة من الغزوات صار إلى نصيب من الغنائم، خاطره يشتري هدية إلى زوجته وعزيزته فاطمة بفلوس حلالة، اشترى له قلادة ذهب، باللغة العربية المعدن يسمونه قلادة، إذا مو معدن يسمونه عقد، التفت لي. اشترى لها قلادة ذهب، مرة بحياتها فاطمة خلت على جيدها قلادة ذهب، اشترى لها قلادة جابها للبيت، لبستها يوم واحد، رفعتها باعتها، اعتق اشترت بيها عبد مملوك واعتقته لله عز وجل، قالت ما خلي على رقبتي أنا ذهب. هذه مرة ثانية صار عندها قلادة فضة، فضة يا جماعة فضة، أبوها رسول الله وبعلها علي، كانا في غزوة، قالت شوي أستقبل أبويا وأستقبل زوجي الزين. شنو تزين فاطمة؟ عندها قطعة قماش يمانية مخليتها على الباب، على الباب حتى شوي تعدل بيتها، وشنو بي بيتها؟ لما تزوجت يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه، يقول فرشه علي بكثيب الرمل، بلال وعلي وعمار على ما أتذكر بالرواية، فرشه بكثيب الرمل، كثيب الرمل يعني الرمل الناعم، وعدهم مسك جلد، جلد كبش، وعدهم كوز ماء. بعد فترة، بعد عدة سنوات من زواج علي وفاطمة، رسول الله اشترى لهم هذه القاعدة اللي خلون عليها الكوز الماء، هذا بيت فاطمة، خلت لها قماش، قطعة قماش يمانية على بابها. وإذا برسول الله رجع يوم من الأيام، رجع من الغزوة، فعرفت الغضب في وجهه،
رأسا قالت هذه من قطعة القماش وشي شافني أنا لابسة عقد هذا القلادة الفضة. قالها فاطمة ما أريد وحدة من نساء المهاجرين أو الأنصار تقول فاطمة تلبس لباس الجبابرة. قالت لا أنعمن عينك يا أبا يا رسول الله. صاحت للحسن والحسين قالت لولدي حسن أنت ولدي حسين هذه العقد تأخذونه وهذه القماش تأخذونه ودوا إلى جدكم رسول الله. رسول الله جالس بين أصحابه شاف الحسن والحسين جايين قال فعلتها فداها أبوها. هذه فاطمة هذه مرة ذهب مرة فضة. حمزة عم النبي عنده بنية البنية اسمها فاطمة. فاطمة تحب فاطمة ابنة رسول الله صنعت لها هدية. شنو هي هالهدية؟ خيط خيط وبي قطع خشب لابسة فاطمة الزهراء يسمون عقد هذا هو بس. وبعد صنعت لها ويا تراجي تراجي يسمونه قرط باللغة العربية خيط وبي قلت لك قطع خشب أو من الطين. هنا يجي السيد سيد باقر الهندي هنا اللي يتساءل عنه هذا هو من يقول أنا ما أقدر أحكي إيش صار على أمي فاطمة ما أقدر يا جماعة ما أتحمل بس أنا أذكركم. يقول أذكركم وحكيت لك أول المجلس. يقول لست تدري لم أحرق الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور لست تدري ما سقوط الجنين ما حمرة العين. بعد سيد وما بال قرطها المنثور. ليش هذا الترجية من الخيط شبيت ناثر من أذن فاطمة يا سيد؟ يقولون يوم كان عمر فاطمة 5 سنين واقفة يم الباب مخلية خدها على الباب وهي تنظر لأبوها وأمها خديجة. أمها خديجة على فراش الموت تتقلب على فراش الموت ويمرضها رسول الله. ظلت تنظر آخر وصية عند خديجة شو وصت؟ التفتت شافت بنيتها فاطمة مخلية خدها على عتبة الباب وتنظر لهم لأبوها ولأمها. التفتت الأبو الرسول الله قالت يا رسول الله يا محمد أوصيك بحبيبتي فاطمة تبقى بعد يتيمة بعد خديجة عندك شيء؟ قالت له إذا تسمح لي أنا من وراك ما خبرتك بس وصيت أسماء أو وحدة من النساء. قالت لها قلت لها أنا راح أموت وبنيتي أريد توقفيني وياها بليلة زفافها. البنية إذا صارت ليلة زفافها تحتاج يمها أمها وحدة كبيرة خالتها تفضي لها بسرها وتحكي لها بأمرها. أنا وصيت وحدة من النساء الظل يم حبيبتي وابنتي فاطمة أقلها إلي عتبة عليك سيدتي يا خديجة. وصيت بفاطمة بأبوها رسول الله وصيت بفاطمة بليلة زفافها أشو ما وصيت أحد يوقف ويا فاطمة يوم أن كان كانت بين الحائط والباب. ما وصيت أحد يخلي إيد على خد فاطمة لتوقع الضرب على أذن فاطمة. أوالي أوالي من عادة المفقود أبوها. بعيد الشر عنك بس كلنا شايفين هذا المنظر والموت حق. من وحدة يروح أبوها يجن صديقاتها بنات عمها بنات خيلانها يجن داير مدايرها. إذا أكو صورة أبوها بالبيت يشيلونها للذكرون ولا تجيبون سيرة أبوها تتذكر ويتوجع قلبها. هذا العادة مو من عادة المفقود أبوها يقعدون يمها يساعدوها. والله يقعدون يمها يساعدوها يساعدوها يابا ما شفنا الوديعة يروعوها
ورا البايا بتصرخ يخلوها اش تصرخ. ظلت ورا الباب تنادي أبتاه يا رسول الله أهكذا يفعل بحبيبتك؟ أبا يا رسول الله كسروا ضلعي، أبا أسقطوا جنيني، أبا لطموني على خدي. إيش صار بفاطمة؟ أنا هاليوم أريد أوديك إلى المدينة، أنا وياك نروح للمدينة، وحقك هسه هالمصيبة إجت على لساني ما مقرر أحكيها أنا. بس فاطمة، فاطمة عند الباب سقطت مغشيا عليها. دخل القوم، لببوا علي بحبائل سيفه، أخرجوه من الدار. أريد أسألك يا شيعي يا مؤمن يا غيور، علي من طلعوا من البيت عيونه وين كان يطالع؟ عيونه على اللي واقع عد عتبة الباب مرمي عليها. أخذوا فاطمة، أخذوا علي إلى المسجد. هنا فاطمة أنا أريد أسألك، فاطمة كان مغمي عليها، كيف أفاقت من غشوتها؟ ها؟ فاطمة، فاطمة كان عندها بنية صغيرة عمرها 5 سنوات ذلك اليوم، اسمها زينب. زينب، زينب، والله اسمك يوجع القلب. اسمها زينب. زينب بإيدها الصغيرة قاعدة تمسح على وجه أمها فاطمة. أمها كلمين. هنا فتحت فاطمة عينها، قالت بني زينب أين أبوك علي؟ ما نادت آه ضلعي، ما نادت آه جنيني، ما نادت آه عيني، نادت أين علي؟ علي علي علي. قالت لها يم أبو ياخذوا إلى المسجد. هنا عاد نادت يا فضة إلي بشملتي، إلي بخماري. طلعت فاطمة إيدها على صدرها وهي تمشي الهوينا وتنادي خلوا ابن عمي. فاطمة يا مؤمن الله يرضى لرضاها، الله يغضب لغضبها. سلمان، سلمان يقول والله رأيت جدران المسجد ارتفعت. علي أمير المؤمنين التفت لي قال لي عم يا سلمان روح لحق على ابنة رسول الله لا تدعو على القوم. إجا سلمان يهرول، شاف فاطمة تمشي، وقف عندها قال يا حبيبة رسول الله، الله بعث أباك رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. يا مؤمن يوم باشر وفاة المرحوم الشيخ الوائلي، والله من طفولتنا وإحنا تربينا على مجالسه وعلى صوتها، وفاته يوم استشهاد الزهراء سلام الله عليها، أردقر هالمصيبة قلت لك اللي إجت على لساني. من أول مرة بحياتي أسمع هالمصيبة، سمعتها من الزغر من عنده. هنا سلمان يحكي ويا فاطمة، قالها فاطمة رجعي إلى الدار. إش جاوبت فاطمة؟ قالت عم يا سلمان قصبوني حقي صبرت، عم يا سلمان ضربوني على خدي صبرت، عم يا سلمان كسروا ضلعي صبر، عم يا سلمان أسقطوا جنيني صبر، لكن عم ياخذون علي، يتمون أولادي عما أصبر ما أصبر. يلا أنا وياك نختم المجلس بهالأبيات، رحم الوالدك الله يعودنا وياك إن شاء الله. عمي لا تلومني
لا تلومني لا هاجة أحزاني يا سلمى جنك ما تدري بالذي فعلت العدوى مني خذوا حقي مني غصب حقي وهجموا على داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبره تجري ينظر بعين بابنا وجهه النيرة عمي يا سلمان لا تلومني ضلع انكسر بالباب قواه جنك ما تدري هالعبيد بيا اش سوى ما قصروا بين عديمين المروة جنك ما تدري هالعبيد بيا اش سوى عمي سقطني المحسين وخلى الجسد نحلة جسم انتحال من ضربة المسمار صدري اي والله وانا انتحب وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة على يزداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بلحزة عمي ظليت يلا بيت الدعاء عمي يا سلمان ظليت والله ظليت ادافعهم وظنت يرحموني اي والله ظنت اي يرحموني عمي ما لو علي بالصوت قاموا يضربون والله يضربوني والله يا سلمان الضرب ورممتوني عمي ورممتوني امتوني خلني ابث شكواي للواحد الديار يا قلبي ذوب وهلي دمعي على الماتة تصرخ يا ظل بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها اللي نزلت دمعة من عينه لا يمسح يوم الجمعة توك جاي من الصلاة مجلس نتشرف فيه بحضور إمامنا صاحب العصر والزمان ينظر إلنا ترفع أيدك عندك حوائج وقلبك موجوع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلهي اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا استر علينا عيوبنا عجل ف
فرج إمام زماننا. إلهي ببركة دعائه لنا اقض حوائجنا، شاف وعاف مرضانا. إلهي قريبا عاجلا فك قيد أسرانا. إلهي احفظ جماعتي الحاضرين، المؤسسين، الباذلين، العاملين، الساعين فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم. تقبل أعمالنا وأعمالهم، ارحم موتانا وموتاهم، ابعث ثواب مجلسنا هذا، ثواب دموعنا إلى أرواح فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلى أرواح الشهداء السعداء، إلى أرواح العلماء الماضين، مشفوعا بثواب قراءة سورة الفاتحة تسبقها صلوات.